الهجمات مثل بأنها جاءتنا من الجنوب جاءتنا من الشمال. هناك الاعتداء على أرامكو والاعتداء على الحقول في بوقيق، هي لم تأتي الحقيقة من الحوثي، هي جاءت من ميليشيات أيضا ولائية في العراق. إذن إيران هي تهاجمنا، هي تستهدف الاقتصاد العالمي، لأنها قد صرح روحاني وصرح خامنئي وصرح قائد الحرس الثوري أنه إذا تم إيقاف الصادرات النفطية الإيرانية سوف يستهدف النفط العالمي، وأصبحت السعودية هي اللي تدفع الثمن. الحصار على النفط الإيراني ليس من السعودية، هي الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، ولذلك هي تضرب أرامكو وتضرب بوقيق لهذه الأهداف. طبعا تستخدم أذرع ولائية، أذرع عميلة، سواء كان في العراق أو في اليمن، ولذلك التفاهمات والمكتسبات هي أكبر من وقف الحوثي أو غير الحوثي. هناك مشكلة في العراق أعتقد أنها لا تقل أهمية عن اليمن، هناك 58 ميليشيا في العراق ومسلحة وصواريخ طويلة وقصيرة المدى بالصواريخ، وهناك الوضع في سوريا أيضا يؤرق السعودية، الوضع اللبناني، اللبنان بلد شقيق ويؤرق السعودية، كذلك اليمن، اليمن لا زال يستنزف مكتسباته وطاقاته ودماء أبنائه وكل بهذه العصابة التي طيب دكتور إذا إيران. أنت لا ترى أعتقد أنه عفوا دكتور أنت لا ترى المطلوب هو حل الكثير من هذه الملفات. أنت لا ترى إذن أن السعودية قد تقدم أولوية الملف اليمني مقابل الاعتراف بالمصالح الإيرانية في بقية الدول العربية؟ هذا لن يحصل، موضوع المقايضة السعودية ليست في وارده برأيك على الإطلاق. أخي الكريم، الدول العربية هي كلها في قلب اهتمام المملكة العربية السعودية، اليمن مثل العراق، مثل سوريا، مثل لبنان، وبالتالي موضوع الحوثي المملكة تستطيع أنها تنهي الحوثي يا أستاذ وائل في ساعات إذا استخدمت القوة الحقيقية، لكن تعلم أن السعودية هي تقود تحالف عربي ضمن قرار أممي 2216 لدعم القوات الشرعية، الدعم اللوجستي وليس الحرب. الحرب لو السعودية أرادت أن تستخدم القوة المحضة هل ستقف صنعاء ساعات معينة أمام سرب أو سربين من الطائرات السعودية أو من الصواريخ السعودية بعيدة المدى وذات القوة العالية؟ يستحيل هذا نظريا وعسكريا. لذلك البعض يقول 7 سنوات لم تحققوا شيء أمام الحوثي، 7 سنوات أنتم كأنكم تنهزمون أمام الحوثي. يا أخي عصابة هل تهزم دولة؟ السعودية بقواتها البرية والبحرية والجوية هل يمكن أن تعجز عن اجتثاث هذه العصابة؟ دكتور الشهري، لكنها لا تريد أن تحول صنعاء إلى